جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: عبارة العذر بالجهل ماذا تعني حفظكم الله؟ العذر بالجهل لا شك أنه مشروع إذا كان هذا الجهل يمكن أن يعذر به، أما إذا كان هذا الجهل يمكن زواله لكن الإنسان تساهل ولم يسأل ولم، فإنه يأثم بذلك. الجهل يعذر به ما لم يجد من يسأله ويزيل عنه الجهل، ما إذا كان يجد من يزيل الجهل عنه بسؤاله تعلم عليه أو يسمع في الإذاعة أو في وسائل الإعلام، يسمع المسائل والواجبات والفرائض والمحرمات ومع هذا يقول أنا جاهل، هذا ليس له عذر لأنه بلغته الحجة. نعم.